عدد من الشخصيات والمؤسسات المؤثرة بالاقتصاد المصري خلال العام الماضي. لذا معالي الوزير هشام توفيق وزير قطاع الاعمال وايضا ادعو العلمانيه في عمل الدوله رئيس الغد ورئيس تحرير مجال الاموال الغد للصعود الى المنصه للتكريم فليتفضل. الإقليمي لمنطقة أفريقيا بالشركة.
لا تمنح القمة المصرية للنفط البنك سعيد بنك الشركة العربية المصرفية الدولية جائزة المؤسسة الجودة ماريزا في دعم الرياضة فاست جروينج براند فور سبورتنج سبورتس اوف وورد. وتسلم التكريم الأستاذ عمرو نصير رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع. كما تمنح القمة المصرية للأفضل جائزة الإنجاز المؤسسي للمهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي ورئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، ويغيب عنه لظروف خاصة الأستاذ أحمد حافظ المستشار الإعلامي لمجلس الأعمال المصري الإماراتي. أشكر معالي الوزير هشام توفيق وزير القطاع والأعمال. شكرا لمعالي الوزير. والآن ندعو معالي الوزير نبيل جامع وزيرة التجارة والصناعة للصعود إلى المنصة لبدء بفعاليات أيضا تكريم أفضل 100 شركة، فلتتفضل على المنصة. فعاليات تكريم أفضل 100 شركة أداءً في السوق خلال العام الماضي 2020 والمقيدين في البورصة المصرية، والتي تم إعداد مقاومة منها بالتعاون مع شركة برايم للأوراق المالية مصر، وذلك وقد مبني على دراسة لأكبر وأهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية عبر مقاييس أساسية متضمنة القيمة السوقية للشركة بنك التعمير والإسكان. ويتسلم التكريم الأستاذ شركة النسيج والشركة. ويتسلم التكريم السيد الفاتح محمد العزيز رئيس
رئيس مجلس الإدارة، فليتفضل. واحدة جايرة توخذ الصوت. مصر صمد بالإسلامي ويتسلم التكليف الأستاذ آسر عبد الرئيس على قناة المؤسسة. لك ايه الصوت؟